وانا ببتدي الفقره دي كنت عماله افكر، طب ابتدي بالاسم ولا لا؟ يعني اقول مناطق العشوائيه، طب ما انا مش شايفه عشوائيه الحقيقه. يعني اصبح مصطلح المناطق العشوائيه او العشوائيه اللي موجوده في مصر بمختلف انواعها، بتلاقيها انه بتندثر. هذا المصطلح اصبحنا في مصر لما نبص ليه، لان احنا كان عندنا مناطق معينه بعينها بنبص عليها فنقول هي دي المناطق العشوائيه اللي موجوده في مصر. كان معظمها يعني او عدد كبير جدا منها موجود في القاهره. كنا لما نيجي نبص على منشيه ناصر الدويقه نقول دي مناطق عشوائيه. كنت لما تيجي تروح تل العقارب ومنطقه مسبيرو واسطبل عنتر وحتت كتير جدا نقول عليها عشوائيه. لكن لما نلاقي ان الاسامي دي بتتغير وان احنا ما بقاش عندنا حته اسمها تل العقارب اصلا، يعني ما بقاش هذا الاسم، اصبح غير موجود. الاسم بقى روضة السيدة. أما تيجي تبص على منشية ناصر أو الدويقة فتلاقي بقى عندك حي الأسمرات واحد واثنين وعمارات تحيا مصر واحد واثنين، فبقى الاسم ده غير موجود. حتى لما تطلع بره القاهرة وتفكر إنك تروح اسكندرية فمش هتلاقي عندك مثلا غيط العنب لأنه بقى اسم غير موجود. لما تيجي تلاقي بقى شاير الخير واحد واثنين وثلاثة هم اللي موجودين. فمش عارفة هل أقول تطوير العشوائيات ولا اقول مناطق العشوائيه. انا هسال ضيفي الكريم المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائيه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ما هو انا يا باشمهندس لو قلت مناطق عشوائيه هبقى بظلمكم وبظلم المشروع، مش عارفه هل اقول ولا ما اقولش، او ابتدي المصطلح ازاي، او متهيألي قريبا هتحتاجوا تغيروا اسم المناطق العشوائيه. هو فعلا احنا يعني فكره تغيير الاسم ده ورد عندنا وندرسها دلوقتي، لان احنا يعني تطوير المناطق العشوائيه بقت خلاص كمناطق اللي هي الغير امنه هنقضي عليها، لكن هيظل عندنا حاجه اسمها المناطق اللي هي الغير مخططه. الغير مخططه ما لناش نقول عليها عشوائيه او مش عشوائيه، لكن هندخلها في مسمى تاني اسمه التطوير الحضري. فممكن يبقى ممكن نغير الاسم للتطوير الحضري والعمراني، لكن ده لسه بيدرس، لان ده طبعا الصندوق منشا بقرار جمهوري وباسمه كده، فلازم برضو يبقى له قرار جمهوري بتغيير الاسم طبعا. طيب خليني ارجع على انه احنا كان عندنا منطقه اسمها تل العقارب. كان فعل ماضي. يعني خلاص. والمنطقه دي كانت منطقه عشوائيه من الطراز الاول زي ما بيقولوا، منطقه كلها بيوت خطر داهمه الخطوره زي ما بيتقال كده، منطقه تهدد ارواح وسلامه المواطنين، منطقه مليانه بالحشرات والاوبئه والامراض والعقارب. ما هي ده على فكره. ده هي جت شهرتها كده تل العقارب لانها كانت مشهوره بان فيها مجموعه من العقارب الغير طبيعيه، ومنطقه معروف ان في تل هناك للعقارب كده او زي ما كانوا بيقولوا عليه. منطقه ما فيش ميه، ما فيش صرف صحي، ما فيش شوارع، ما فيش بنيه تحتيه، كانت وكر للمجرمين والخارجين على القانون، وكانوا بياخدوها ملاذ ومخبأ لروضه السيده. اللي انا سالت الباشمهندس خالد شخصيا ينفع شيشه افرود السيده؟ قال لي لا ما ينفعش. حظي وحش. ما كنتش من سكان السيدة عشان يعني في جميلة يعني لرودة السيدة. بيجي لكم طلبات شراء؟ بيجينا كتير جدا والرد واحد، يعني بيجينا على صفحتنا طلبات كتير عايزين نشتري. طب الفتح الحجز امتى؟ لهم احنا مش اسكان اجتماعي او دار مصر او سكن مصر، احنا ما بنبيعش، احنا بندي للناس المستحقة داخل المشروع نفسه المسجلين عندنا. احيانا في بعض المشروعات بيحصل فيها فائض ممكن ده نبيعه، لكن ما عندناش فائض في المنطقه دي. طبعا المنطقه دي مكتظه ومليانه، مفيش فائض ولا شقه. لا يعني الوحدات الاسكان اللي موجوده هي من نصيب اهالي السيده اللي كانوا موجودين، وحضراتكم عملتوا ازاله للبيوت وبنيتوها من احنا عندنا نظره شامله. يمكن دكتور من الاول ناقشنا في الموضوع ده، في ظهور الفائض ده هيكون للاهالي في المناطق المجاوره ليها، بحيث ان احنا ننتشر دلوقتي بتطوير المنطقه كلها مش حته روضه السيده فقط. يعني مش الروضه بس؟ لا الموضوع هينتشر معنا، هنفتح الحي كله باذن الله. ان شاء الله باذن الله دي المرحله اللي جايه. ان شاء الله. واحنا لاحظنا يا باشمهندس ان انتوا في تصميم معين او طراز معماري معين هو هيكون لمنطقه السيده. احنا السيده دي منطقه اسلاميه، هي دي مصر الفاطميه. فمصر الفاطميه ليها طابع معماري، حتى الاستشاري لما جه بيعمل اي تصميم للمنطقه
بيدرس المنطقه كلها كتراث كايه، بيحط دراسه كامله شامله على المنطقه كلها، مش بيحط فكره وخلاص، لا ده بيشوف ايه الطابع المعماري، ايه الاشكال المعماريه هنا، ده هنا ابن طولون، ده هنا مش عارف ايه، ده هنا الشكل ده هو ده الغالب، البرج ده بيبقى طالع برج منه طالع بالوان شكلها كذا، ال 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 الكيرفات او المنحنيات او هنا بشكلها كذا، دراسه كامله شامله عشان يطلع بالشكل المعماري في الاخر المتناسق مع فكره دي مصر الفاطميه، بحيث ان اي حد هيشتغل في الحته دي هيزحف بيها كلها مصر الفاطميه عشان ما تنفرش. ما ينفعش انا هعمل هنا الاقي مبنى في النص كده طالع سيكوريت وازاز و ما ينفعش. يبقى دي كلها احنا بنعمل، يمكن هو نفسه عامل الديزاين بتاع ال سور بجر العيون بنفس الروح اللي هي بتاعت مصر الفاطميه، المواردي بنفس الروح مصر الفاطميه، احنا بحيث ان احنا ما فيش حاجه تنفر، احنا بنعمل كل حاجه دلوقتي، ما يجيش حد بعد سنين يقول مين اللي حط ده اللي حط الشكل ده، هو حاجه مدروسه، هو كل شكل متناغم مع بعض، كل شكل متناغم، ولكن مش هيلاقي اسطمبه، ما حدش هيقول لك اه ده هيبقى اسطمبه، لا هتلاقي هو الطابع والروح اسلاميه، لكن مش هيلاقي كوبي بيست من ديزاين نفسه ولا حاجه. لا طب باشمهندس خالد، اللي احنا عرفناه انه المنطقه تم الازاله او تم عمل بنيه تحتيه، بنتكلم على اساس بقى الميه، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، كل ده اتعمل من الاول، كله اتعمل تاسيس من الاول. اقول يلا بينا عشان نحفر تاني ونعمل شبكه نسيانها ولا حاجه، لا احنا فضلنا مأخرين الطرق، شغل الطرق في المشروع لغايه ما كل الشبكات تخلص، ما قلناش لا نعمل وبعد كده نفكر نعمل مش عارف. طب عملنا تنسيق مع كل الشبكات، هل في حاجه من الشبكات هتعدي هنا في المشروع ده؟ لا. طب اه طب تعالى اشتغل، طب في تسليل العقبات وفي حاجات ان ما حصلت. عفوا يا باشمهندس، انا مش عايزه اقطع حضرتك، احنا بنشوف دلوقتي الجوله اللي قام بيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء داخل روضه السيده. تل العقارب يا جماعه، اللي عنده متهيألي الناس لازم تروح تغير عنوانها في البطاقه، اللي عنده هيغيروا. اللي عنده كلمه تل العقارب مش تبقى موجوده في البطاقه الشخصيه، مش موجوده خالص، هتبقى شيء في التاريخ منسي يعني. دي خلاص يعني نقدر نقول كانت بالفعل يعني. لا كانت بمعنى كلمه، ما ينفعش الشكل ده يعني انا مثلا قلت ايه، طب ما نخليها باسم تل العقارب عشان الناس تفتكر الاسم كان ايه وبقى شكله ايه دلوقتي. فقلنا اخليها روضة السيدة عشان يعني كان الرأي الاخر اغلب على ان لا نجمل الاسم كمان بيها، انه ما يفضلش الاسم موجود. احنا كل منطقة بندخل فيها بنغير الاسم، زي مثلا عندنا في مشروع في البحر الاحمر كان زرزارة. زرزارة. طب بص كل حته في مصر اسمها زرزارة، في حته فيها اسمها زرزارة. أيوة دي من ساعة من الاستاذ محمد صبحي سمى زرزارة، بقت كل حته عشان اسمها زرزارة. فبقى اسمها الروضة هناك. الروضة دي هناك فيلل الناس سماك فيلل الروضة. تمام، مبانينا اسمها فيلا الروضه، فكل حته بندخل فيها خلاص اسمها بيتغير. طيب الاهالي بقى اللي كانوا متواجدين في حي السيده او اللي هم كانوا سكان هذه العمارات، هم المفروض هيسلموا او هيستلموا، ولا بداتوا بالفعل في تسليم الوحدات ولا لسه؟ لا، احنا دلوقتي المحافظه، محافظه القاهره شغاله في كشوفات التسليم وتجهيز الناس للتسليم. طبعا احنا في اتفاق ما بيننا وبين المحافظه ان الادوار التحت الاولى والثانيه اللي هي اللي تحت هتتسلم ليه كبار السن والحالات الخاصه والمعوقين او ذوي الاحتياجات الخاصه، وكبار السن اللي طبعا كل ده باوراق ثبوتيه. الادوار الباقيه هيحصل عليها قرعه اللي من الناس عشان ما يبقاش في حد بيقول انا جالي الثاني جالي الثالث جالي كذا. هي هتبقى قرعه زي ما عندنا كل المشروعات بتبقى قرعه قدام الناس، يعني قدامهم الموضوع وحد منهم بيسحب عشان يبقى ما حدش يقول ده فلان اختير بنفسه. احنا بنحاول على قدر المستطاع يعني اختيار الادوار هيبقى بالقرعه باستثناء الارضي والاول. الارضي والاول لذوي القدرات الخاصه او ذوي المتحدي الاعاقه وكبار السن بس، فقط لا غير، فقط لا غير. طيب الناس كانت بتسال عن منطقه المحلات، ناس كتير عماله تقول طب منطقه المحلات، المحلات دي هي حياه المنطقه بقى. احنا غيرنا الروح بتاعه المشروع نفسه، كان المشروع محطوط الاول ان شوارع اسفلت ومشروع سكن، فخدنا قرار ان هو هيتحول لمزار سياحي زيه زي شارع المعز. فغيرنا الاسفلت خليناه انترلوك هو والارصفه والاعمده وفي دكك وفي غيرنا المحلات، كانت الاول 344 في حته ممشى كمان، ما هي تبقى ممشى كده كمان، هي كلها تبقى ممشى كلها تبقى انترلوك، ما فيش عربيات تخش جوه، ممنوع عربيات تخش جوه خلاص. تمام، هيبقى ده عباره عن مزار سياحي للناس تعيش فيه. هنا
المكان لما بعمله كده مش موضوع استثمار فقط، ده موضوع خلق فرص عمل للاهالي. انا لو انا راجل فاتح استثمار في المكان ده، فاتح محل، لما اجي اشغل هجيب واحد من بعيد ولا من نفس المنطقه عشان اوفر فلوس المواصلات والوقت والحاجات دي؟ هيشتغلوا اهل المنطقه فيها نفسها. تمام. دي فتح فرص عمل كبيره جدا للاهالي بتاعتها. يعني المحلات دي هيتم طرحها للايجار، طرحها للبيع، يعني للبيع افضل، يعني بحيث للبيع لاهالي لاهالي المنطقه. هيبقى مزاد اللي عايز يدخل فيه يدخل يشتري براحته. طب هل هتحددوا فيها انواع معينه من المشروعات يا باشمهندس؟ والله بص احنا يعني عاملين يعني او حرف معينه عشان ما نرجعش للعشوائيه. طبعا مفيش حرف. يعني مفيش حاجات، مفيش ورش. مفيش، بص دلوقتي قانون البناء او الاشتراطات في اي منطقه، مفيش حاجه اسمها حاجه باعثه للصوت او الريحه. ما ينفعش حاجه تعمل ريحه يبقى مفتوحه في المكان، او صوت او ورش او مصانع او حاجه زي كده. ما ينفعش ان الناس دائما كده. هرجع للعشوائيه تاني. وهنرجع ان احنا خالفنا الاشتراطات بتاع البناء، ان الانسان لازم ينام في مكان مفهوش حاجه تضايقه. احنا بنرتقي بالمكان فلازم ارتقي بيه كاملة. طيب التكلفة بتاعت المشروع ده قد ايه يا باشمهندس؟ 330 مليون. ها؟ 330 مليون. 330 مليون؟ اه. بس المنطقة دي؟ ما عندنا ده يعتبر كده الحمد لله كويس. ده كده كويس. عندنا المشروع بتاع الاسمرات 1.4 من 10 مليار. المرحلة الثالثة. 1.4 من 10 مليار. اه. و 330. طب انا بس هاخد من حضرتك بس شويه ارقام كده يا باشمهندس خالد. 330 مليون روضه السيده. اه. الاسمرات 1.4 من 10. 1.4 من 10 مليار. اه. احنا عندنا المحروسه. 900 مليون. 900 مليون. اه. ايه تاني؟ في كتير يعني. يعني كام اقدر اقول كام؟ بص احنا يعني اللي اتصرف لغايه دلوقتي على قضيه العشوائيات يتجاوز ال 14 مليار جنيه من سنه 2014. من سنه 2014 حتى الان يتجاوز 14 مليار. مليار جنيه. الصندوق دافع منهم 8 مليار. تمام. المحافظات عامله مشتركه معانا في المشروع طبعا بالشبكات او بما بتكلفه حوالي 1.5 مليار. تمام. هيئة المجتمعات العمرانية رغم ان الميزانية بتاعتي من هيئة المجتمعات العمرانية الا انها بتعمل مشروع تاني بعيد عن الميزانية بتاعتي، ميزانية منفصلة في مدينة السلام في ارض الانتاج الحربي هناك، مشروع كبير ب 1.7 من 10 مليار. احنا كده بنتكلم فوق 16 مليار بقى. ما انا بقول لحضرتك يعني ايه ال 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 يعني مش فوق ال 14 مليار. يعني انا بكلمك على، لا انا بكلمك على الدفع 14 اللي بكلمك دول، مثلا واحد زي مشروع الانتاج الحربي مش جوه اللي اتدفعوا، في اللي هيدفعوا. ما انا دافع 8 مليار لكن لسه هدفع تاني في مشروعات جاريه لسه ما دفعتش فلوسها. وده كله بدون ما الاهالي بيتحملوا جنيه واحد. لا هم فعلا بيتحملوا، عشان بس ما يقولش ان انا قلت كلمه والناس بياخدوا الكلام يقعدوا يحطوه في برواز تاني خالص. لا انت هتدفع فلوس العدادات بتاعتك عشان دي. لا العدادات ما كلها بندفع العدادات. يعني اي حد بيروح ياخد بيه. لا اصل الناس تاخد الكلمه بتختار الكلمه اللي تعجبها. لا ما هو انا لازم بدفع فلوس العداد بتاعي لان ده باسمي. لا تمام. انا بتكلم على العقار يا باشمهندس. العقار لا، العقار نفسه ما بيدفعش غير القيمه الشهريه اللي بيدفعها بس. لا بتكلم على بنى العقار، ما بيدفعش خلو. لا ما بيدفعش. ما بيدفعش مقدم. لا ولا جنيه. ولا جنيه لا. هو ده بس، ده سؤالي. لكن القيمه الايجاريه، ما هو اي حد ساكن في بيت بيدفع ايجار. حتى ما هي مش قيمه ايجاريه، دي قيمه عشان نقدر نقوم بالصيانه والامن والكراسه. مفهوم. انا عارفه مش قيمه، مش مكسب. يعني مش احنا والله ده المحافظه كمان يعني المحافظه هي اللي بتعمل بيها. انا مفهوم يا باشمهندس، انا بس بوضح انه انا يعني ان كان المبلغ اللي بدفعه فده قيمه الصيانه والاضاءه والكلام ده كله. اللي هو الجزء البسيط كانوا تحت مسمى بند الايجار. صح؟ صح. لكن كتكلفة العقار والبيت والشقة وبعد ما انتوا بنتوه، نرجع تاني معلش يا كريم على الشقق والشبابيك والتشطيب والكلام ده، المواطن بيدفع حاجة؟ لا ولا حاجة. انه بيدفع العداد بتاعه والإيجار ده موضوع، ده أي حد بيقعد في بيت بيدفعه. الحاجة الوحيدة ان هو يستحق ولا لا يستحق. يستحق هياخد على طول، ما يستحقش مش هياخد. الشقق بتتسلم كامل التشطيب زي ما احنا شايفينها كده بالمنظر ده؟ بالفرش. بالفرش والملايات كمان. بالفرش والملايات. الفرش كله كامل بالمطبخ. يعني الاجهزه بتاعت المطبخ، الادوات الكهربائيه كلها، مش ادوات المطبخ، الاجهزه الكهربائيه والاجهزه يعني الغساله، الثلاجه، البوتاجاز، الملايات للسراير. الملايات للسراير بمراتبها بمراتبها. بمراتبها، بمخدتها، بكل حاجه. كل حاجه
كل شيء، كل حاجه، باوض النوم، ب ب ب ب هيخشوا المفتاح، المفتاح بهدومهم بس، المفتاح بالهدوم فقط لا غير. يدفع تكلفه العداد بتاعه ويدفع القيمه الاجراءيه المحطوطه بس كده، بس ويحافظ على المكان اللي هو ساكن فيه، حافظ على المكان اللي فيه، لان اي، بس دي رقم ثلاثة، انا بوصل ناس رساله كده، اي مخالفه للشكل الانشائي او المعماري او ان هو يتنازع عن الوحده لحد تاني لا يستحق، طالما انت اقريت ان حد تاني هتديها له يبقى انت لا تستحق، وعندك حلول اخرى، لا هتسحب منك الشقه لواحد تاني يستحق، في ناس هيستحق، فانت لا تستحق اعترافا منك بذلك. فانت مستلم حاجه قمه النظافه والشياكه، مستلم شقه مفروشه بالكامل، كامله المرافق، كل شيء، كل شيء، كل حاجه، يجيب هدومه بس ويحطها في البيت، وهيلاقي الغساله اللي هيغسل فيها الهدوم يعني. لو هو ما لحقش بره. طيب هل كان عندكم مشاكل في التعامل مع الاهالي يا فندم؟ ده هي دي قمه المشاكل. قمه المشاكل، مشكله كبرى، نقص الوعي شويه يمكن، نقص الثقه وتبادل الثقه بينهم وبين بعض، هي دي يعني، بمعنى يعني اللي هو يثق في ان فعلا ان انا بشتغل عشانه، ان انا فعلا يعني انا يعني لما اصرف مثلا واحد و7 طب حضرتك ما بتاخدش حاجه يعني، ما الدوله تصرف فوق 16 17 مليار جنيه. طب اقول لك حاجه، بعض الناس يقول لك ايه، هم عايزين عايزين حاجه من الارض، طلعت اشاعات ان ده الحكومه بتخرج الناس من مثلث ماسبيرو عشان هتحفر على الاثار. اثار؟ اثار مين يا عم الحاج انت؟ ودايما وهم بيهدوا بيوت كان في تمثال في احد البيوت او تمثال ملزوق على الحيطه او حاجه، فحد لقى تمثال وصوره لك، هي دي الاثار اللي بيدوروا عليها، تمثال عادي يعني، مش تمثال اثري. ده يعني انت خرجت كل الناس دي والدوله هتصرف كل الفلوس دي، ويعني او الدوله بتصرف او صرفت بالفعل كل الفلوس دي، فالناس يعني دايما يعني عايز في مشاكل ثقه. ادي نبذه عن منطقه مثلث ماسبيرو، مثلث ماسبيرو او منطقه بولاق اتكونت من فيضان طمي قبل طبعا الحمله الفرنسيه وقبل المماليك في الفتره دي، فاذا المنطقه ما كانش عايش فيها حد، كانت بحيره القرن 18 تقريبا حاجه كده، كانت منطقه كانت بحيره، فما كانش فيها اثار عشان بس ما حدش يفكر ان اثار ومش اثار، لا المنطقه دي كانت اصلا وجه كم كبير جدا من الشائعات يا باشمهندس، جدا. انا يعني اقول لحضرتك حاجه، من كام شهر كده لقيت حد من، انا بتابع الصفحات بتاعت اهالينا كده عشان اشوف نبض الناس ايه وبيتكلموا عن ايه، ده كويس. ابص الاقي حد يقول لك ايه، اقسم بالله العظيم سكنوا ناس غيرنا في تل العقارب، انا بنفسي الرئيس الحي عمل فيا وعمل، ما سكنتوش ولا شقه، والله ما سكننا حد يا عم، ولا حد لسه حد انا بحب اخش ارد على الناس. يعني لو ان هو لسه لحد دلوقتي ما حدش برد بنفس اللغه بتاعته، اقول له طب رب المعبود ما حصل. والله ما حصل. طب مثلث ماسبيرو، طب اخطاء يعني اخباره ايه، وصلنا لحد فين دلوقتي؟ مثلث ماسبيرو احنا الحمد لله دلوقتي المخطط التفصيلي بتاعه اعتمد. هو لسه في حد من الاهالي لم يغادر؟ لسه في عمارتين نص يعني 30% من العمارتين دول 58 و56 دول الاهالي شويه يعني في مفاوضات معاهم لسه، مش عايزين يخرجوا حتى، مش عايزين يخرجوا، لكن انا يعني بقول لهم احنا بنقول لكم الافضل، انا مش عايز منك حاجه، انا عملت المخطط بتاع المنطقه من غيرك يعني، معتبر يعني انتوا قررتوا ان لو البيتين دول ما الاهالي لم تستجيب او لم يتم اخلاءهم، هتبداوا مرحله التطوير، هنبدا من غيرهم وتبداوا من غيرها، محدش بس يعتقد ان هو اصلا ايه، والله ما انا خارج وجرجروني عشان تتفضحوا على مين، لا يا عم انت قاعد في مكانك، وانا التصميم بتاعي اصلا فرشه بعيد عنك، لان اصلا انا مرتد عن خط التنظيم بتاع شارع 26 يوليو تحسبا للمستقبل، هيحصل توسيع على المحور 26 يوليو طبعا، فانت على نفس انت على خط التنظيم ده هتتشال، هتتشال. فانت تعالى دلوقتي انا بعرض عليك فرصه كويسه جدا، عايز تتمسك باللي انت عايش فيه تمسك، بس في الاخر انا بعرض عليك المكسب، ما بتجبروش حد على انه يخرج. بصي الا لو البيت ده ممكن يقع وحد لا قدر الله، لا لو البيت هيقع وحد زي مثلا في البيت اللي هو كان في واحد من البيوت اللي هي الطراز المعماري، كان مسجل طراز، لكن التقرير اللجنه الفنيه قال لا ده يخرج لان هو خطر على الناس، وقتها طبعا بتوع الاثار والناس خرجوا على طول. ما التنسيق الحضاري، هو التنسيق الحضاري هو اللي ماسك الموضوع ده، هو نفسه التنسيق الحضاري، لا التنسيق الحضاري موافق على ذلك، ايوه وافق، انا بتكلم الناس وقتها تناولت الموضوع على السوشيال ميديا ان انتوا بتشيلوا اثار. اثار ايه ده؟ هو اقول لحضرتك حاجه، الخمس منازل لسه موجوده لغايه دلوقتي، طراز معماري، طراز معماري جيم يعني الدرجه الثالثه، اللي هو يعني ممكن وممكن لا. طب احنا امتى هنقول ان احنا قربنا ننتهي ان شاء الله؟ احنا هنبدا ان شاء الله في يناير وننتهي بعد 3 سنين على طول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، يعني هنلاقي مثلث ماسبيرو ده لسه هيبقى اسمه مثلث ماسبيرو؟ لا يعني في اسم مقترح ليه يعني؟ والله بقى ساعتها هنعمل لجنه ونسميه اسم تاني، يعني هو اسم ماسبيرو مش وحش، مش هقول مثلث ماسبيرو بقى يعني،
مسبيرو تيانج مثلا بس او حاجه كده، لكن ما يسميها حاجه ثانيه بس مش عارف. اهالينا طيب في روضه السوداء، روضه السيده، امتى ان شاء الله باذن الله؟ الشهر الجاي ان شاء الله المشروع جاهز للافتتاح، هنفرش على طول، والاتفاق على الفرش شغال، وطبعا وزاره الضمان الاجتماعي مش الصندوق اللي بيفرش، عشان بس نبقى عارفه احنا اللي ندعي نفسنا حق مش حقنا. وزاره التضامن، وزاره الضمان الاجتماعي معاها الجمعيات الخيريه والاهليه هي اللي بتفرش. هيفرشوا وجمع والازهر الشريف، هيتفرش المشروعات كلها بتاعه روضه السيده. وطبعا مجهود مشكور جدا جدا من وزاره التضامن، فعلا المجهود رائع جدا والسرعه شغاله. احنا دلوقتي خلاص بدانا نفرش في الاسمرات، والاسبوع ده ان شاء الله برضو هنبدا نفرش في المحروسه، وفي فرش هيروح بورسعيد وهيروح البحر الاحمر. طب احنا اول ما سكان روضه السيده يكونوا موجودين، ارجو ان حضرتك توجه لنا الدعوه ان احنا نكون معاك. لا انتوا خلاص من دلوقتي مدعوين. خلاص احنا موجودين. بشكرك جدا، نورتنا الباشمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائيه حتى الان. يعني ان شاء الله باذن الله بعد كده اكيد هيدوروا على اسمه، هيتم التغيير لان كل حاجه بتغير اسمها. ارجو ان احنا بس نكون ردنا على كتير جدا من الاشاعات اللي هم بيتهاجموا فيها، والناس اللي كانت بتقول لك وهي الدوله بتعمل كده ليه، او بتودي الفلوس منين، ولا اي حاجه خالص، بس هو بس في 16 مليار جنيه اتصرفوا حتى الان فيما فوق، عشان في ناس كانت بتموت، في ناس كانت بتقعد تتفرج عليهم بس وهم في صفحه الحوادث او في الاخبار لا قدر الله، ونعيط ونلوم الدوله انها سايباهم. لكن دلوقتي خلاص كل ده انتهى، لسه اهالينا في روضه السيده هنكون معاهم ان شاء الله وهم بيدخلوها باذن الله، ويتهنوا طبعا بالشقه وتكون داخله كويسه عليهم، كل واحد ينبسط ببيته. بكره ان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير وحلقه جديده من هذا الصباح. تحياتي لكم، اسماء مصطفى.